انا في سؤال طلع عندي، انه اليوم وقعوا نواب مع اقتراح النائب هايف المطيري لتعديل المادة 79 من الدستور، ان اي قانون يصدر يصدر وفقا للشريعة الإسلامية، هل وقعت مع النواب؟ لا ما وقعت. لماذا؟ ولن وقع. خل اقول لك التالي، انا كنت اقول من 2006 ولا زلت مستمر بان لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وانا شخص محافظ وملتزم، لكن تعديل المادة 79 امر ما هو صحيح. مبدأ تعديل الدستور بصفة عامة أنا ضده في هذا الوقت، وتحديدا الآن تعديل الدستور بهذا الشكل أمر غير صحيح. أنا أسأل الأخ محمد هايف والجماعة الأخوان اللي موقعين وياه، شنو موقفهم من قانون إسقاط القروض؟ كل الفتاوى الشرعية اللي أتينا فيها في المجلس كانت تقر بمخالفة هذا القانون للشريعة الإسلامية كلها دون استثناء، فقاموا حتى بإحضار فتوى مستوردة من الخارج، وهذا لا يعتد فيها، لأن يعني المفتي أسير المستفتي على حسب سؤالك. أما كل المشايخ والمراجع الدينية في الكويت اللي قدم لهم القانون أفادوا بعدم شرعيته. شو يفيدني أنا تعديل مادة 79 اللي يريد فعلا أن يطبق الشريعة الإسلامية؟ وبعدين شنو الهدف من إحراج ولي الأمر وأظهاره بمظهر من لا يريد تطبيق الشريعة؟ هم عارفين أنه بيرفض وبيطلعونه فقط كإبراء ذمة، هذا أمر مو صحيح. أنا الحمد لله محافظ وملتزم، لكني أفهم الإسلام بشكل مختلف عما يفهمه بعض زملائي النواب. نعم. الإسلام دين رحب، الإسلام يعني خل نكون واضحين، يعني وأنا كلامي هذا يمثل الغالبية العظمى من أبناء الشعب الكويتي. الشعب الكويتي شعب محافظ، شعب ملتزم. نعم. ومو فاصيخ محتاجين إلى 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 وصاية عليهم، هذا أمر ما هو صحيح ولا هو سليم. وبعدين المادة الثانية بالدستور والمذكرة التفسيرية كلها باتجاه بأن الأصل هو تطبيق الشريعة الإسلامية، وساهمنا احنا. أنا قدمت قانون الزكاة من قبل، لكن أنا يعني لا أتفق مع من يريد أن يفرض علينا تعديلات دستورية، بينما في واقع الأمر إذا جينا إلى قوانين الخيار فيها بين الشرع وبين الصوت يصبح الصوت فوق الشرع، فلا حد يعطينا محاضرات بهذا الأمر. يعني تعتقد أنهم ما قاعد يحاولون يعني ما أدخل في نواياهم؟ أنا أقول هذه يعني اجتهاداتهم. نعم. زين وتحترم، لكني لا أتفق معها بتاتا. لنخرج من الإطار المحلي.